بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نبدأ بتلاوة أسماء المعتذرين عن هذه الجلسة والغائبين عن الجلسة السابقة. الأخت الأمين العام، تفضلي. شكرا معالي الرئيس. لا يجر متغيبون عن حضور جلسة السابقة بدون عذر. المعتذرون عن حضور جلسة هذا اليوم سعادة السيد خالد المسقطي لظرف صحي، سعادة الدكتور بسام بن محمد للسفر خارج المملكة، سعادة السيد حمد النعيمي للسفر خارج المملكة، سعادة السيد عادل العسومي لمهمة رسمية، وسعادة السيدة هالة فايز للسفر خارج المملكة. شكرا. أعرض عليكم المضبوطة إذا كان هناك أي مداخلات أو ملاحظات. الأخدلال للزايد. شكرا معالي الرئيس، بس إذا ممكن في الصفحة 31 من المضبطة في السطر الخامس ورد أن يعطي ذلك البعض انطباعا، إذا ممكن بس يعني تعديل للصياغة بأن يعطي ذلك انطباعا لدى البعض. شكرا. طيب، في أي ملاحظات أخرى؟ الأخوان في المضبطة أرجو يعني أخذ التعديل. إذن تعتبر المضبطة بعد التعديل اللي تفضلت بالأخ دلال مصادق عليها، وننتقل إلى الرسائل الواردة. الأخ الأمين العام، تفضلي. شكرا معالي الرئيس. رسائل معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 17 مكرراً إلى القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب لإخطار المجلس بإحالته للجنة شؤون المرأة والطفل مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. مشروع قانون بتعديل المادة 180 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى لإخطار المجلس بإحالته للجنة الشؤون التشريعية والقانونية. شكرا. شكرا جزيلا. ننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة 180 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المعاد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. تفضل دكتور، تفضل. بداية أود أن تسمح معاليكم بتثبيت تقرير لجنة في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة، تفضل. شكرا معاليك. سوف أتلو على مسامعكم تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قانون تعديل المادة 180 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002. تدارست اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة 180 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، واطلعت على قرار مجلس النواب الموقر ومرفقاته الذي انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون دون إجراء أي تعديل عليه، وتم تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ومستشارها القانوني، وانتهت اللجنة إلى الآتي: يتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، استبدلت المادة الأولى منه نص المادة 180 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، ليحل محله نص آخر يوجب على الأمانة العامة بمجلس الشورى أن تعد الحساب الختامي للمجلس وتقدمه مدققا إلى الرئيس خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس
إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس مناقشته وإقراره، وذلك خلافاً للنص النافذ الذي يوجب تقديم الحساب الختامي لمكتب المجلس خلال شهر واحد من انتهاء السنة المالية. أما جاءت المادة الثانية تنفيذية، يهدف مشروع القانون وفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية التي استظهرتها مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني إلى الآتي: 1. إضفاء مزيد من الحماية على المال العام من خلال منح الأمانة العامة مجلس الشورى حيزاً زمنياً أطول يتم فيها إعداد الحساب الختامي لمجلس الشورى وبياناته المالية المدققة، حيث أن المدة المقررة لإعداد الحساب الختامي للمجلس والمقدرة بثلاثين يوماً تعد قصيرة وقاصرة عن بلوغ الغاية المتوخى منها، وتنحل رهقاً للأمانة العامة وما ينجم عنه من مساس بحسن انتظام وتيرة أداء الأقسام ذات الصلة بالشؤون المالية بالمجلس. فاشترط النص أن يكون مدققاً ولا يكون ذلك إلا بتوفير المدة الكافية. 2. توحيد السياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات في مملكة البحرين. ومن الجدير بالذكر التنويه بأن مشروع القانون المعروض يجد أساسه في اقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وقد ارتأت اللجنة سلامة فكرته من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما وافق مجلسكم الموقر على ما جاء به وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة للتفضل بوضعه في صيغة مشروع قانون. وقد ارتأت الحكومة الموقرة إعادة النظر في مشروع القانون لما استخلصته من أن النص المقترح لا يتسق مع الأحكام المنظمة للمجلسين، كما أن الأهداف المرجوة من مشروع القانون المعروض لا تتفق مع السياسة التشريعية التي تسير نحو تنظيم أحكام مجلسي الشورى والنواب في نسق واحد متكامل متشابه ومتطابق في الأحكام. واستشهدت المذكرة بالتطابق التام بين نص المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ونص المادة 219 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كما عولت على النصوص عليه في اللائحتين الداخليتين لمجلسي الشورى النواب والشيوخ المصريين، وكذلك على المنصوص عليه في الأنظمة الداخلية لمجلسي الأعيان والنواب الأردنيين. وفي المقابل ارتأت هيئة التشريع والرأي القانوني إن مضمون ما جاء به مشروع القانون يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع والتي يستخدمها في المفاضلة بين البدائل المختلفة، عملاً بنص المادة 43 من مرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، والتي أحالت اللائحة الداخلية لكل من المجلس الشورى ومجلس النواب لبيان كيفية إعداد الحساب الختامي واعتماده لأي من المجلسين ليختار ما يقدر أنه الأنسب لمصلحة الجماعة، وأكثره ملائمة للوفاء بمتطلباتها طالما التزام حدود الدستور وضوابطه. وبعد أن استعرض مجلس النواب الموقر مشروع القانون وفند الآراء المقدمة من خلال مرفقات تقريره، انتهى إلى الموافقة عليه دون أي تعديل. وتقرر اللجنة أنه من ناحية السلامة الدستورية فقد جاء مشروع القانون إعمالا لصريح وصحيح الدستور، وآية ذلك أنه جاء مستهدفا إضفاء مزيد من الحماية على المال العام إعمالا للفقرة باء من المادة 9 من الدستور التي تنص على أن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، كما جاء مستندا إلى التوجيه الدستوري المقرر بنص المادة 94 من الدستور بأن يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، وأن لكل من المجلسين أن يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من أحكام تكميلية، كما استند إلى نص المادة 43 من قانون مجلسي الشورى والنواب الصادر بمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 التي قررت استقلال كل من مجلس الشورى ومجلس النواب بموازنته، على أن تبين اللائحة الداخلية لكل من المجلسين كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده
وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية. ومن ناحية السلامة القانونية والموضوعية، فقد نصت المادة 180 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى على أن تعد الأمانة العامة للمجلس الحساب الختامي له خلال 30 يوما من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره. وحيث أن مدة 30 يوما التي تعمل خلالها الأمانة العامة لمجلس الشورى في إعداد الحساب الختامي للمجلس واستيفاء الإجراءات ذات الصلة بتدقيق بياناته تعد قصيرة على نحو قد ينجم عنه مساس بحسن الأداء وإعداد الحساب الختامي ومراجعته وتدقيقه على النحو الأمثل، فاشترط النص أن يكون مدققا ولا يكون ذلك إلا بتوفير المدة الكافية مما اقتضى استعمال الحق المقرر بالمادة 94 من الدستور والمادة 43 من قانون مجلسي الشورى والنواب لزيادة المدة المقررة بنص المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى حفاظا على المال العام، وخاصة في ضوء ما نصت عليه المادة 48 من قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بأنه يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية وموافات الوزارة خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة والتي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على أن يتم إعدادها وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها، وعلى هدي ما نصت عليه المادة 36 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بقانون رقم 64 لسنة 2006 والتي أوجبت على محافظ المصرف المركزي أن يقدم إلى مجلس إدارة المصرف المركزي خلال 3 الأشهر التالية لنهاية السنة المالية تقريراً عن أعمال المصرف المركزي خلال السنة المالية المنقضية ونسخة من الحساب الختامي للمصرف المركزي بعد تدقيقه وتقرير مدقق الحسابات الخارجي بشأنه، ووفق ما أوجبته المادة 62 من القانون ذاته على كل مرخص له بأن يرسل إلى المصرف المركزي حساباته الختامية المدققة خلال 3 الأشهر التالية لانتهاء كل سنة مالية. تلك النصوص القانونية يمثلها تطبيقها سياسة تشريعية، وإن كان القانون لا يلزم مجلسي الشورى والنواب بها إلا أنها سياسة قائمة تتبعها المؤسسات الرسمية بمملكة البحرين، ومن ثم فمن الحكمة التشريعية الاقتداء والاهتداء بها متى دعت الحاجة للتعديل كونها تمثل سياسة تشريعية متبعة. 180 من اللائحة الداخلية لمجلسي الشورى آنفة البيان رتبت على الأمانة العامة للمجلس التزاماً سنوياً بإعداد الحساب الختامي للمجلس خلال 30 يوماً من انتهاء السنة المالية ورفعه إلى معالي رئيس المجلس الذي يحيله إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره. فقد أسفر التطبيق العملي لهذه المقتضيات عن ملاحظات متواترة مؤداها أن المدة المقررة لإعداد الحساب الختامي للمجلس واستيفاء الإجراءات ذات الصلة بتدقيق بياناته والمقدرة بمقتضى النص النافذ بثلاثين يوما تعد قصيرة وقاصرة عن بلوغ الغاية المتوخاة منها، وتنحل من ثم رهقا للأمانة العامة لما ينجم عن قصر تلك المدة من مساس بحسن أداء مهام متابعة مطالبات المدققين والانتهاء من الحسابات المالية المتعلقة بالسنة المالية المنقضية وإقفالها وإعداد الحساب الختامي بشأنها، مما اقتضى تعديل المادة 180 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى على النحو الوارد بمشروع القانون استناداً للأسس الدستورية والقانونية سالفة الذكر وعملاً بالسياسة التشريعية المتبعة في إعداد الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الدستورية بمملكة البحرين على النحو المذكور سلفا. وقد ارتأت اللجنة قانونية مشروع القانون، وتوافقا مع قرار مجلس الشورى الموقر في مرحلة الاقتراح بقانون ومع قرار مجلس النواب الموقر
ومرفقاته في مرحلة تحول الاقتراح بقانون إلى مشروع قانون، ومع تقديرها الكامل لما جاء بمذكرة رأي الحكومة الموقرة، فلا تتفق مع ما جاء بها للأسباب الآتية. أولا، بالنسبة لما ورد أن مشروع القانون لا يتسق مع الأحكام المنظمة للمجلسين، وأن الأهداف المرجوة منه لا تتفق مع السياسة التشريعية التي تسير نحو تنظيم أحكام مجلسي الشورى والنواب في نسق واحد متكامل متشابه ومتطابق في الأحكام، فإن الواقع العملي يقرر أن لائحتي مجلسي الشورى والنواب تتمايزان في العديد من الأحكام المشتركة بينهما، خلافاً للأحكام التي تقرر الدور الرقابي لمجلس النواب، حيث صدرت العديد من القوانين التي تقرر أحكاماً تكميلية للائحتين ترتب عليها التمايز في حوالي 44 مادة كاملة، سواء كانت أحكاماً أو تعديل صياغة. ومن هذا المنطلق وعلى هذا، فلا توجد سياسة تشريعية توجب تنظيم كافة أحكام اللائحتين الداخليتين لمجلسي الشورى والنواب في نسق واحد متكامل متشابه ومتطابق، مما يؤكد ذلك صدور المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي أدى تطبيقه إلى اختلاف كثير من الأحكام المشتركة بين المجلسين، والذي يعد أحدث دليلاً على عدم اتباع تلك السياسة التي تشير أن تماثل الأحكام المشتركة بين المجلسين. ثانياً، بشأن الاستشهاد ما جاء باللائحتين الداخليتين لمجلسي النواب والشيوخ المصريين، وما جاء بالنظامين الداخليين لمجلسي الأعيان والنواب الأردنيين، فلا ترى اللجنة أنهما محل للاستناد، وذلك للأسباب التالية: 1- اختلاف الأنظمة بين المجالس التشريعية المقارنة. 2- أن النصوص المشار إليها في المجلس المستشهد بها لا تمنع أن يستقل أي مجلس بتعديل أي نص في لائحته الداخلية تحقيقاً لمصلحة في مشروعه دون التقيد بالنص الموجود في لائحة المجلس النظير. 3- أنه بمفهوم المخالفة، لو أراد المشرع توحيد الأحكام المنظمة للائحتي الشورى والنواب سواء بالكامل أو في بعضها لأورد نصا صريحا على ذلك، ولنا في التشريعات المقارنة ما يمكن الاستشهاد به في هذا الشأن. ففي سلطنة عمان تنص المادة 58 من النظام الأساسي للدولة رقم 101 لسنة 1996 على أنه يتكون مجلس عمان من مجلس الدولة ومجلس الشورى، ونتنص المادة 4 من المرسوم السلطاني رقم 7 لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان على أنه تسري على كل من المجلسي الدولة والشورى والقوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك فيما يتعلق باعتماد الهيكل التنظيمي والرقابة المالية والإدارية ونظام الموظفين فيه ومعلوماتهم التقاعدية وإعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمجلس. وأيضا لوجه المقارنة، في المملكة المغربية تنص المادة 60 من دستور المملكة المغربية رقم 91 لسنة 2011 على أنه يتكون البرلمان من مجلسين، من مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتنص المادة 69 منه على أن يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت، يتعين على المجلسين في وضعهما لنظاميهما الداخليين مراعاة تناسقهما وتكاملهما ضمانا لنجاعة العمل البرلماني. وفي المقابل، لم ينص دستور مملكة البحرين أو قانون مجلسي الشورى والنواب على ما يستوجب توحيد الأحكام المشتركة بين مجلسي الشورى والنواب، الأمر الذي يؤكد أحقية أي من المجلسين في تعديل لائحته الداخلية بما يتواءم واحتياجات ترتيب الإجراءات المنصوص عليها. ومن ثم ترى اللجنة ختاما أن مشروع القانون الماثلي جاء متوخيا السياسة التشريعية المقررة في إعداد الحسابات الختامية للوزارات والجهات الرسمية في مملكة البحرين، مستهدفا إطالة الحيز الزمني الذي يتم فيه إعداد الحساب الختامي للمجلس وبياناته المالية المدققة، ومواكبا
لما اقتضاه قانون الميزانية العامة بشأن الحسابات الختامية. هنا معالي سيد الرئيس أضع لكم رأي اللجنة للمناقشة. شكرا جزيلا. قبل أن أعطي الأخوة طالبي الكلام، ودي أرحب جميعا ببناتنا الطالبات من مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات، وأن نعبر لهن عن سعادتنا بزيارتهن إلى مجلس الشورى للإطلاع عن قرب على سير العملية التشريعية وآلية عمل واختصاصات مجلس الشورى، بما يعزز الوعي والمعرفة لديهن بالمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، مع خالص تمنياتهن لهن ولكل أبنائنا وبناتنا من الشباب البحريني الواعد بالتوفيق والنجاح فيما يصبون إليه لخير وصالح الوطن. فأهلا وسهلا بكم في مجلس الشورى. تفضل أخ طلال. شكرا معالي الرئيس. في البداية بدي أشكر رئيسة لجنة التشريعية ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة كذلك المقرر على هذا التقرير، وطبعا أنا من الموافقين على هذا التعديل، لأن يصب في صالح العام والتحكم في عملية في تقليل الهدر العام وعمل نظام حسابي مدقق في هذه الفترة اللي هي 3 شهور، بالإمكان يعني تفادي كثير من إذا كانت هناك ثغرات حسابية أو مالية أو أخطاء ممكن تفاديها. ولذلك يعني أتمنى عندما يكون هذا التعديل حيز التطبيق أن تكون الأمان العامة بالأخص القسم المالي بإجراء تحديث على الأنظمة الحسابية الإلكترونية، بحيث أن هي تكون يعني متواكبة مع الموجود، بحيث تكون أقرب إلى الأونلاين، ولذلك لسرعة الإنجاز. يعني إعطاء اليوم الأمانة العامة والقسم المالي 3 شهور لا يعني التراخي، بل بالعكس يعني الإنجاز بشكل أسرع، ويكون هناك يعني لديهم جدول زمني يبين تواريخ محددة لإنجاز التقرير الختامي المدقق، وتاريخ محدد لرفعه إلى معاليكم، وكذلك يكون هناك تاريخ لحالة أو النظر لي إلى هيئة المكتب، وبالتالي أيضا تاريخ محدد للجنة المالية وتاريخ محدد للجنة المالية بإنهاء مهمتهم، ويكون هناك أيضا وقت محدد لعرضه ومناقشته على المجلس. الأخ عبد الله النحيمي تفضل. شكرا معالي الرئيس. الحقيقة الموضوع موضوع تعديل اللائحة الداخلية أو النظام الداخلي يقودنا لبعض الأفكار. حسب منظوري أن كثير من المواد الموجودة في النظام الداخلي للمجلس تحتاج إلى تطوير أو تعديل. يعني على سبيل المثال سؤال العضو وجواب الوزير، هذه يعني تنتهي بالجواب، لا تعرض على المجلس ولا يفندها العضو ويبين الغاية من سؤاله، لأنه لا بد أن لما سأل كان عنده مقترحات ومرئيات في نفس مجال السؤال، فيعني هذه تنتهي إلى نتيجة غير مثمرة. يعني حسب ما أشوف أنا، فيجب أن يعاد النظر في هذه المادة، أن وإحنا مو محتاجين حق سؤال، حقيقة مو محتاجين حق سؤال، إحنا محتاجين أن الوزارة مفتوحة لأعضاء مجلس الشورى باعتبارهم ناس استشاريين وناس شو اسمه قصدهم عندهم خبرة إدارية أو فنية، ويودون أن يساهمون في بعض المقترحات أو يناقشون بعض الإجراءات الوزارية ويثرونها بأفكارهم ومرئياتهم.
فيعني إذا أتيحت هذه الخيار أفضل من السؤال والجواب، لأن الجواب على ما يقولون خبراء القانون what is the next، يعني شنو عقب ما سألت وجاوبك شنو الخطوة التالية؟ ما أنا ما أشوف في خطوة تالية. فيعني هذه مادة من المواد يعني المفروض أن التفاعل أو صياغة المادة تكون تؤدي إلى نتيجة مثمرة في النهاية. المقترحات اللي تقدم هني أنا مو بعارف شنو هي الآلية في تنفيذها، يعني إحنا نقول ونتكلم لكن في النهاية من المكلف بالإجراء؟ يعني سؤال حق الأمانة، سؤال حق وزير المجلسين، شنو هي الخطوات التالية العملية للمقترحات هذه؟ يعني المضبطة هل فيه مكلف بالإجراء؟ علشان أنا أعرف منه رفيجي أتابع وياه مثلا، يعني الشورى له قيمته، أنا أتصور الشورى له قيمة رفيعة في المنظومة التشريعية، يجب أن يؤخذ بنقاط بالاقتراحات، يؤخذ بالآراء بالخبرات، يعني نبي مخرج بأن نحن نوصل إلى نتيجة. هذه القصد من السؤال. والخطوات العملية، طبعا الخطوات العملية اللي يتم إجراءها يجب أن تكون واضحة للكل وتكتب في المضبطة. يعني على سبيل المثال في الدور السابق أنا قلت أن وزارة التجارة والصناعة كان جوابها سلبي على موضوع هو بحث تجاري بحث، فيعني فوجئت بأن الجواب كان بأن وزارة التجارة مسؤولة عن تطبيق شو اسمه الإجراءات اللي تفضلي كل الاحترام والتقدير لما يتفضل في الأخ عبد الله النعيمي، أولا لعدم الارتباط في موضوع اليوم، وثانيا بس على أساس لا نرسي خطأ في مناقشاتنا يناقش سؤال وجواب تم الرد عليه، فوفق النص الدستوري واللائحة الداخلية أنه لا يجوز مناقشة أسئلة وأجوبة تم تقديمها من عضو مجلس الشورى، فبس هذا للتنبيه فقط معالي الرئيس. شكرا. يعني في الدور السابق كان أنا سؤالي ليش وزارة التجارة جوابها سلبي، الأخ غانم وفضل قال إنه هم دورهم تطبيقي. طيب أنا السؤال اللي قصدت منه إن هم جوابهم سلبي، أنا أقصد إن وزارة التجارة إحنا نناقش بوليسي مرسوم، إحنا نناقش شيء يوضح دور التجارة في عقد بين البحرين وبين دولة أخرى في مجال التجارة. إحنا نناقش شنو يا تجارة، شو رأيكم؟ هل عندكم ملف؟ هل عندكم قاعدة بيانات عن الدول؟ هل أنتم تتابعون؟ يعني الدول تختلف من دولة إلى أخرى في مواد خام، في ناس عندهم تجارة وشطارة في موضوع معين، في يعني المفروض أن هم أول من يفتي في تشجيع التجارة مع هذا البلد المعني، وليس المقصود تطبيق. التطبيق موجود في كل الوزارات، هذه يسمونه شو اسمه الديلي توتيز، كل وزارة عندها ديلي توتيز تنفذ وتطبق وتتابع. الأخ دلال تفضلي. شكرا معالي الرئيس، شكر موصول أيضا للدكتور هاني لأول مرة يكون مقرر، أحسنت حقيقة فيما تليته. أشكر الأخ طلال المناعي على ما تفضل فيه من توضيح في هذا الشأن. أيضا معالي الرئيس بالرجوع إلى مجلس الشورى من خلال تقديمهم للحساب الختامي وإجراءاتهم ومراعاتهم للمعايير المهنية المطلوبة في هذا الجانب، جاء ذلك بدلالته حسب تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي دائما ما تشير إلى سلامة الإجراءات والمعايير وما إلى ذلك المرتبطة في التقديم والالتزام، فهذا ينم عن مسألة أيضا الالتزام في الحساب الختامي. الأمر الآخر أيضا صحيح إحنا المدة المقررة كانت شهر وأصبحت 3 أشهر، ولكن يحكمها النص أيضا إن هي المادة تبتدئ في كلمة في تنظيمها للميعاد الزمني،
بأن من المقرر أنه خلال شهر خلال 3 أشهر، وبالتالي حتى مع زيادة المدة من شهر إلى 3 أشهر ولكن يجوز أن يكون التقديم خلال هذه المدة، قصرت المدة أو التزم فيها في ظل المادة 3 أشهر التي تم تقريرها. طبعا فيما يتعلق يعني الأخ عبدالله النعيمي اللي تفضل فيه من ناحية اللائحة الداخلية، في أمور مرتبطة سواء في اللائحة الداخلية إذا كانت في أي مواد نص يرتئيها أي عضو مرتبطة في اللائحة الداخلية، هذه الإجابة بشكل عام، فمن حقه أنه هو يتقدم بأي تعديل لهذه المقترحات، ولكن بعض أحكام اللائحة الداخلية جاءت بناء على نص منصوص عليه بموجب الدستور، وبالتالي لا يمكن تعديل اللائحة الداخلية بما يخالف هذا النص ما لم يعدل النص الدستوري أولا. لذلك بالنسبة لحق السؤال، كان من الأشياء التي تم من المسائل التي تم الاتفاق على تعديل طريقة تقديمها وطريقة مناقشتها. أنا لما رفعت نقطة نظام لا أقصد أن أنا أمنعه من الكلام هو شخصيا، لا، أنا حتى لا نؤسس مسألة إن من الممكن أن أتطرق لسؤال سبق وأن تم تقديمه في سياق مناقشتي لأي مشروع بأن أتطرق إلى نص السؤال الذي وجهته والإجابة التي تم الإجابة عليه، باعتبار إن النص كان يحظر تماما أن يتم مناقشة السؤال والجواب. فهذه هي النقطة اللي كنت مؤسست لها. فيما يتعلق بشكل عام سواء في هذا الاقتراح أو غيره، التدابير سواء كانت في أي اقتراح يقدم أو أي مناقشات تقدم أو أي ما كان يتضمنه تقرير اللجنة، حتى مثل ما تفضل الأخ طلال المناعي لما أبدأ بعض الملاحظات في هذه الأمر، فيها ما يطلق عليه التدابير التنفيذية والتدابير التشريعية. التدابير التنفيذية هي التي ممكن أن يتخذها رئيس المجلس بصلاحيته أو الأمانة العامة أيضا بموجب صلاحيته أو هيئة المكتب بما تصدره من قرارات تحتاج إما لإصدار قرار، إصدار تعميم، توجيه يسعى فيه العضو ذاته. أما إذا كانت تدابير تشريعية بمعنى أن يتم تعديل نص قانوني قائم، سن قانون جديد، فهذه من وظيفة العضو ذاته، وبالتالي هو من يتقدم بهذه الأمور. فلذلك معالي الرئيس، هذه ما يتم من خلال الاجتماع معك من قبل كافة الأعضاء، مناقشاتك معنا في هذا الجانب، إسهاماتك في مساندة أيضا أعضاء مجلس الشورى في أن يتم البحث في مكامن بعض التعديلات التي نحتاج لها، التعاميم اللي تصدرها بين وقت وآخر بتعديل الأوضاع القائمة، هذه هي التدابير التي تكون موجودة. وأيضا نشكر معاليك أن حتى الهيئة المستشارين القانونيين صراحة برئاسة الدكتور نوفل اللي نعتز فعلا بكوادرهم، أضفت لنا أيضا هيئة من المستشارين الذين يسهمون معنا في المجال سواء الاقتصادي أو الأمور التي نحتاج لها فعلا. وأنا لا أنسى أن في عدد من المناحي في التشريعات معالي الرئيس لما طلبت منك أن يتم الاستعانة بخبراء مختصين في جوانب معينة من جامعة البحرين، مباشرة ساندت هذا الأمر وزودنا بما يكفي. فبالتالي الآليات المساندة لبيان للعضو كيفية التحرك لتنفيذ مثل هذه التدابير هي التي فعلا قاعدين نرتقي فيها فترة عن فترة في المجلس. فأنا بس حبيت أوضح أن نقطتي لم تكن اعتراضا على المداخلة، نقطتي فقط كانت معترضة أن لا نتخذ هذا المسلك في جلسات قادمة بالنسبة للأسئلة والأجوبة التي نتقدم فيها. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ علي العرادي تفضل. شكرا معالي الرئيس، طبعا والشكر إلى مقدمين هذا الاقتراح، وطبعا الشكر إلى اللجنة التشريعية والقانونية على تقريرها، وطبعا أنا كذلك أتفق أو أتوافق مع اللجنة فيما خلصت إليه. وأن كنت في البداية يعني كان لدي بعض الاستفسارات، ولكن الزميلات والزملاء وضحوا لي المقصود من هذا المقترح وأتوجه لهم بالشكر الجزيل.
معالي الرئيس، فقط يعني سأتحدث إذن لي، لا أريد أن أخالف اللائحة ولكن سأتحدث بشكل عام. بداية أضم صوتي لصوت الزميل الأستاذ دلال بأن من لديه أي مقترح يستطيع أن يتقدم بهذا المقترح، سواء تعديل للائحة الداخلية أو أي تعديل آخر لأي قانون. وأعتقد هذه هي يعني هذا هو جمل أو هذا هو جوهر عمل هذا المجلس التشريعي. الأمر الآخر وأعتقد مهم الإشارة إليه، وطبعا أشكر حرص الزميل الأستاذ عبد الله النعيمي طبعا وحرصه، يعني يدل كذلك على كونه أيضا رجل شغوف بالعمل التشريعي، وأريد مثلنا جميعا أن نطور هذه التجربة ولا يوجد حظر على أحد في ذلك. ولكن فقط أردت أن أذكر نفسي بأن عندما تم تعديل اللائحة الداخلية، وقبل ذلك سبق تعديل دستوري بأن يختص هذا المجلس الذي يعين مباشرة من سيدي صاحب الجلالة بالعمل التشريعي، والذي نفخر بأن نكون إن شاء الله يعني فيه معكم معالي الرئيس ومع الزميلات والزملاء. هذا المجلس الذي اقتصر دوره على الصلاحيات التشريعية، هذا المجلس المتخصص الذي يقدم هذه الصلاحية ويمارسها، قد كان له من قبل صلاحيات رقابية، ولكن بعد حوار التوافق الوطني وبعد ذلك اقتصر دور أو هذه الصلاحيات على المجلس المنتخب، وهذا لا يعيب هذا المجلس، بالعكس هذا يعطي هذا المجلس تخصص أكثر. وبعد ذلك ومن ضمن هذه الصلاحيات الخمسة كان حق السؤال، وبعد ذلك تم التعديل مرة أخرى وأضيف حق السؤال كأداة ليست رقابية، كأداة للاستفسار، بالعودة إلى ما تفضل به الزميل سعادة العضو عبد الله النعيمي. ماذا نستفيد من السؤال؟ نستفيد من السؤال كأداة استفسار، لكي يعني إذا أردنا أن نعرف أي تشريع، أن نعرف كيف سنطور هذا التشريع، أن نستفسر عن أمر ما يعيننا نحن في صلاحيتنا التشريعية. هذا أمر. الأمر الأخير معالي الرئيس، أعتقد بأن هذا التعديل وغيره من التعديلات، وأن كان يعني يختلف عن المجلس الآخر، هذا لا يعيبه، بالعكس هذا يعطي لهذا المجلس خصوصيته. وأود كذلك أن أدعو مجلسكم الموقر للتصويت على تقرير اللجنة. شكرا. شكرا الأخ فؤاد. الحاجي تفضل. شكرا سيد الرئيس، والشكر موصول إلى رئيسة وأعضاء اللجنة والأخوان من مقدمين الاقتراح من أعضاء مجلس الشورى. سيد الرئيس، لا شك أن أعطاء الأمانة العامة مد الفترة له من شهر إلى 3 شهور جاء هذا مد المدة موفق حتى تقوم الأمانة العامة بتدقيق، وإحنا ما نحتاج في المجلس على التدقيق على الأمانة العامة، يكفي سيد الرئيس الثقة في معاليكم وفي الأمانة العامة وفي هيئة المكتب، ولا خلال السنوات السابقة إدارتكم معالي الرئيس مع هيئة المكتب والأمانة العامة نتج عنها وفورات في ميزانية المجلس استثمرتونها يا معالي الرئيس خير استثمار، يعني والشاهد على ذلك المباني، المبنى الإداري رقم 5 والمباني الملحقة في المجلس، يعني كلها استثمرت من ميزانية الأمانة العامة ولم تكلف ميزانية الدولة أي شيء، إنما ترشيد الأنفاق والضبط في ما قمتم به وتقوم به الأمانة العامة والمسؤولين الماليين في الأمانة العامة نتج عنها ذلك. ليس ذلك فقط، إنما الصرف على فعاليات دولية كانت ستكلف ميزانية الدولة مبالغ طائلة، كلها جت من وفورات اللي هو مجلس الشورى. أكرر الشكر لكم سيد الرئيس وإلى هيئة المكتب والأمانة العامة على العمل اللي تقوم فيه. شكرا سيد الرئيس.
شكرا جزيلا. إذا بعد هذه المداخلات الموافقون على مشروع القانون من حيث المبدأ. معالي سيد الرئيس إذا تسمحوا لي أنا آسف، هل ممكن أن أقدم توصية اللجنة؟ لأني لم أتلو توصية اللجنة، كنت وضعت يعني المنصة للنقاش، هل ممكن أتلو توصية اللجنة؟ ما علي التوصية إن شاء الله بعد هذا إن شاء الله. الموافقون على مشروع القانون من حيث المبدأ، أغلبية موافقة. الحين تفضل قول توصية اللجنة وبعدين اقرأ مواد القانون مادة مادة. اسمح لي، توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة 180 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. الرئيس، التوصية التي تفضل بتلاوتها سعادة المقرر الموقر تتضمن توصية بالموافقة من حيث المبدأ. هذه الموافقة سلف إنجاز ووافق المجلس عليها، يعني فأعتقد التوصية أصبحت مكررة لأنه تم يعني هو كرر الموضوع. نعم، يمكن خطأ، يعني مو خطأ هو. نعم. المهم النتيجة. إيه هو النتيجة، يعني لذلك أنا يعني استوقفت معاليكم بس علشان قبل ما تأخذ الآراء. شكرا على المجلس طبعا للموافقة. هذا المستشار القانوني وقف إلى جانب. لا لا لا، جانبكم هو الأغلب إن شاء الله. يلا تفضل. سويت له طبعا مشروع القانون بتعديل مادة 180 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى. نصوص مسمى المشروع: مشروع بقانون رقم لسنة 2002 بتعديل المادة 180 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. الموافقون على مسمى المشروع، أغلبية موافقة، تفضل. الدباجة: نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى وتعديلاته، أقرأ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصا وقد صدقنا عليه وأصدرناه. الموافقون على الدباجة، أغلبية موافقة، تفضل. الحين المادة الأولى، تفضل. المادة الأولى: مقدمة المادة الأولى يستبدل بنص المادة 180 من المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى النص الآتي. نص المادة 180: تعد الأمانة العامة الحساب الختامي للمجلس وتقدمه مدققا إلى الرئيس خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، ويحيله الرئيس إلى مكتب المجلس للنظر فيه قبل عرضه على المجلس لمناقشته وإقراره، ولمكتب المجلس إحالة الحساب الختامي إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس في أول جلسة تالية، وتتبع في إقرار الحساب الختامي المدقق وإصداره الإجراءات المتبعة في إقرار ميزانية المجلس وإصدارها. طيب، الموافقون على المادة، أغلبية موافقة، تفضل. ما المادة الثانية: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة إجرائية، الموافقون، أغلبية موافقة. الموافقون على مشروع القانون في مجموعة.
أغلبية موافقة. تحبون ناخذ الرأي النهائي فورا ولا؟ طيب أخذي موافقة المجلس من دعم بلس. سعادة الدكتورة ابتسام الدلال، سعادة السيدة إجلال بوبشيت، سعادة الشيخ أحمد آل خليفة، سعادة الدكتور أحمد العريض، سعادة السيد جمال فخرو، سعادة السيد صادق الرحمة، سعادة السيد طارق الصفار، سعادة السيد طلال مناعي، سعادة السيد عادل معاودة، سعادة السيد عبد الرحمن جمشير، سعادة الدكتور عبد العزيز أبل، سعادة الدكتور عبد العزيز العجمان، سعادة السيد عبد الله النعيمي، سعادة الدكتور علي الحداد، سعادة السيد علي الشهابي، سعادة السيد علي العرادي، سعادة السيد علي رميحي، سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، سعادة السيدة نانسي خضوري، سعادة الدكتور هاني الساعاتي، سعادة السيد هشام القصار، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح. موافق، إذا موافقة بالإجماع. الموافقون على الرأي النهائي. أغلبية موافقة. شكرا جزيلا. شكرا معالي السيد الرئيس. شكرا. أهلا وسهلا يا أهلا. أخوان، ننتقل إلى تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء دكتورة ابتسام محمد صالح الدلال وجمال محمد فخرو والصادق عيد آد الرحمة والدكتور محمد حسن والدكتور محمد علي حسن والدكتور هاني علي السعادي. المقررة الدكتورة فاطمة الكوهجي، تفضلي. أرجو من مجلسكم الموقر السماح بتثبيت التقرير في المضبطة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة. أغلبية موافقة، تفضلي. شكرا. ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون موضوع الدراسة والبحث، وتم تبادل وجهات النظر بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة والمستشار القانوني والمستشار القانوني المساعد. واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدا لسلامة الاقتراح بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وعلى رأي كل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب، وانتهت إلى الآتي: يتألف الاقتراح بقانون فضلا عن الدباجة من مادتين، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. النص الآتي: مادة 18. هنا حبيت أنوه أن في كلمة الأندية قلطة مطبعية، فرجاء أن تكون الجمعية. مادة 18: يحظر على الجمعية ممارسة الآتي: ألف الاشتغال بالسياسة، با الدخول في مضاربات مالية، ومع ذلك يجوز للجمعية استثمار أموالها التي لا تزيد على احتياجاتها، ومع ذلك يجوز للجمعية استثمار أموالها التي تزيد على احتياجاتها لتحقيق عائد مالي
يساعدها على تحقيق أقراضها طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويراعى أن يكون الاستثمار آمناً وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون بالقدر الممكن في السوق المحلية. وجاءت المادة الثانية تنفيذية. يهدف الاقتراح بقانون وفق ما جاء بمذكرته الإيضاحية إلى جواز استثمار الجمعيات لما قد يكون متوفراً لديها من فائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأقراض المنشأة من أجلها استثماراً آمناً بمنع عن المخاطر العالية، وبما يكفي لها تحقيق عائد مالي لتحقيق أقراضها على النحو الأمثل بهدف معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مانعاً بذلك هذه الجمعيات من التعامل في أدوات استثمارية ذات المخاطر العالية. وبعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة، رئيس وأعضاء اللجنة والمستشار القانوني والمستشار القانوني المساعد، خلصت اللجنة إلى توصيتها بالموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون، وذلك للاعتبارات الآتية. أولاً، يساهم الاقتراح بقانون في دعم الجهود لتطوير الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين وضمان استمراريتها وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها من خلال تنويع مصادر دخلها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، بما يساهم في تحقيق أهدافها وتقديم أفضل الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، فضلاً عن تشجيع الجمعيات على زيادة عدد الأنشطة والبرامج التي تنفذها ومقدار تأثيرها في المجتمع. ثانياً، إن تنظيم حق الجمعيات الأهلية في الاستثمار وتنمية مواردها المالية يعزز من حريتها واستقلالها عن طريق الاعتماد على موارد مالية ذاتية تشجعها على الابتعاد عن الموارد التقليدية المتمثلة في الحصول على التبرعات والصدقات التي تتسم بعدم الاستقرار وصعوبة تحديد وتوقع مقدارها وتوقيت الحصول عليها والانتقال إلى مرحلة أكثر استدامة ترتكز على الاستثمارات الآمنة المضمونة. ثالثاً، وفر الاقتراح بقانون الحماية لأموال الجمعيات الأهلية عند استثمارها، فاشترط أن يكون الاستثمار في الأموال التي تزيد على احتياجاتها وأن يكون آمناً دون مجازفة، فيبتعد عن الاستثمارات غير المضمونة ذات المخاطر العالية، فضلاً عن الاقتصار على السوق المحلية، فلا تمتد استثمارات الجمعية خارج إقليم المملكة إلا استثناء. هنا أضفنا إلا استثناء لأن سقط سهوا. فلا تمتد استثمارات الجمعية خارج إقليم المملكة إلا استثناء بما يضمن تنمية السوق المحلية ومراعاة قدرة الجهات المعنية على فرض الرقابة والإشراف. رابعا، تتفق فكرة الاقتراح بقانون مع برنامج عمل الحكومة 2023-2026 من خلال ما تضمنه البند السادس من محور الخدمات المجتمعية الذي يستهدف توفير البيئة اللازمة لتمكين المؤسسات الأهلية من المشاركة في العملية التنموية، إذ أن تمكينها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بضمان استمرارها وقدرتها على مواجهة تحديات التمويل. خامساً، إن تشجيع الجمعيات الأهلية على الاستثمار يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني عن طريق ضخ الأموال ورفض الأسواق المحلية بالسيولة، الأمر الذي قد ينعكس إيجاباً على توفير فرص العمل والحد من مشكلة البطالة،
سادسا، يتفق الاقتراح بقانون مع التشريعات المقارنة التي سمحت للجمعيات الأهلية باستثمار فائض أموالها لضمان تحقيق عائد مالي يساعد على تحقيق أغراضها، وهو ذات التوجه الذي أخذت به كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان والجمهورية اليمنية. شكرا معالي الرئيس. هل أقرأ التوصية؟ توصية اللجنة: في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتورة ابتسام الدلال، الأستاذ جمال فخرو، الأستاذ صادق الرحمة، الدكتور محمد علي حسن، والدكتور هاني الساعاتي، والأمر معروض على المجلس الموقر لاتخاذ اللازم. شكرا. شكرا جزيلا. أعطي الكلمة للدكتور ابتسام الدلال، تفضلي. شكرا معالي الرئيس، والشكر موصول حقيقة إلى أيضا أعضاء اللجنة الذين أثروا النقاش، وصبحكم الله بالخير. معالي الرئيس، توجد في مملكة البحرين اليوم 586 منظمة أهلية، ويعود تاريخ أول منظمة أهلية في البحرين إلى عام 1941، كانت تسمى نادي الطلبة، أي الطلبة العائدين من القاهرة من جمهورية مصر العربية، ثم سميت بجمعية الإصلاح، فعمرها تقريبا اليوم 82 عام. تعتمد هذه الجمعيات والمنظمات الأهلية بالنسبة إلى مواردها المالية على دفع الاشتراكات من قبل أعضاء، تعتمد على بعض المساعدات الحكومية، وأيضا على التبرعات من الجهات الأهلية، وهذا بالطبع لا يؤدي إلى استقرار الموارد المالية في هذه المنظمات الأهلية، ولا تستطيع معظم الأحيان أن تحقق أهدافها وتطلعاتها بالنسبة إلى المجتمع المدني. لذلك جاء الاقتراح بقانون لتعديل المادة 18 من المرسوم بقانون رقم 21 لعام 1989، والذي ينص على أولا عدم الاشتغال بالسياسة، وثانيا عدم المضاربات، الدخول في مضاربات مالية. جاء الاقتراح بقانون معالي الرئيس كي يسمح لهذه المنظمات الأهلية أن تتمكن من استثمار أموالها الفائضة عن احتياجاتها الأساسية استثماراً آمناً دون الدخول في المضاربات المالية ذات الخطورة العالية. وقد ذكر في التقرير موضوع استثناء، ونعني بالنسبة إلى هذا الموضوع الاستثناء هو أن تستطيع المنظمات الأهلية أن تضع أموالها في ودائع بالعملة الأجنبية. معالي الرئيس، سوف يساهم هذا الاقتراح بقانون في تعزيز استقلالية المنظمات الأهلية المالية من أجل استدامة خدماتها المجتمعية، بما يتفق مع برنامج الحكومة لعام 23-26 كما ذكر في التقرير، والذي يهدف إلى توفير البيئة اللازمة لتمكين هذه المنظمات وبالتالي مساهمتها في العملية التنموية. هذا التوجه أيضا جاء كما ذكرنا في عدة بلدان مجاورة أخذت نفس هذا التوجه: جمهورية مصر العربية، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، سلطنة عمان، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية اليمن. كما أود أن أذكر أن هذه الجمعيات والمنظمات الأهلية تساهم اليوم في التدريب المهني، تساهم أيضا في التمويل في مجال الصحة والتعليم، والعديد من التوجهات النبيلة داعمة بذلك للحكومة الموقرة. لذلك أدعو المجلس الموقر الموافقة على هذا الاقتراح بقانون لأهميته في دفع
عجلة التنمية من خلال المساعدة في الاستقرار المالي لهذه المنظمات الأهلية والدفع بمجتمع المجتمع المدني لإشغال فئات كثيرة من هذا المجتمع في الأعمال الخيرية والتطوعية، وبالتالي خلق مجتمع مدني فاعل نعلم جميعاً ما له من إيجابيات تعود بالنفع على المجتمع ككل. وشكراً. شكراً جزيلاً. الدكتور جهاد الفاضل، تفضلي. شكراً معالي الرئيس، وأشكر الزملاء الأعضاء مقدمي هذا المقترح ولجنة الخدمات رئيسة وأعضاء والأخت المقررة على هذا التقرير. معالي الرئيس، لدي مجموعة نقاط بشأن هذا الاقتراح بقانون. النقطة الأولى، المقترح بقانون يذهب إلى غاية استثمار فائض أموال الجمعية، لكن علينا أن نتساءل أولاً، وياريت لو وزارة التنمية الاجتماعية تفيدنا في ذلك، كم عدد الجمعيات حاليا؟ الأخت رئيسة اللجنة ذكرت أنها حوالي 586، فيعني نبي بس نتأكد من هذا الرقم. النقطة الأخرى، كم عدد الجمعيات التي لديها فائض في أموالها والجمعيات التي تعاني من العجز؟ لأن يعني حسب متابعتي العامة وكما ذكرت زميلتي الدكتورة ابتسام، غالبية الجمعيات تربط تنفيذ مشروعاتها من خلال إما منح أو تبرعات من جهات أو أفراد. أيضا توقف برنامج المنح المالية التابع للوزارة، أيضا هذا بعد أسهم في تعثر بعض الجمعيات أو تنفيذها لبعض مشروعاتها. فيعني يا ريت لو يخبرونا عن الأرقام حتى يعني يكون قرارنا صحيح. نعم. النقطة الثانية، ما المقصود بالاستثمار الآمن الوارد في الاقتراح بقانون؟ معالي الرئيس، عندي مثال بسيط. حدث لجمعية دون ذكر أسماء، هذه الجمعية طبعا استثمرت أو وضعت استثمار بتأسيس مطعم. في أول عامين نجح هذا المطعم، ومن ثم انتكس وانهار وأغلق وأعلن إفلاسه. فالسؤال، ما هو الموقف من هذا الاستثمار الذي بدأ آمن ومن ثم انتهى بالإفلاس؟ ومن الذي سيقيم أو يصنف نوع الاستثمار؟ النقطة الثالثة معالي الرئيس، طبعاً الجهة الحكومية المعنية بشكل محدد في هذا الاقتراح بقانون هي وزارة التنمية الاجتماعية. طبعاً أنا أتفهم تماماً أن الوزارة لا يمكن أن تقدم رأي تسبق به رأي الحكومة، وهذا طبعا معروف، ولكن لو يعني تم تزويد اللجنة بمرئيات بالإحصائيات اللي يعني الأسئلة اللي ذكرتها الآن حتى نكون على بينة عند اتخاذ قرارنا، ما أعتقد أن هذه يعني بيأثر أو أن بيبين أن توجه أو رأي الوزارة، ولا بيكون مخالف لي أو مستبق لرأي الحكومة، خاصة أن الاقتراح بقانون هو فكرة تشريعية طبعا يأخذ مساره، وهو طبعا ما زال في مرحلة المهد قبل أن يتخذ مساره الدستوري إلى أن يصلنا إذا طبعا وافق عليه المجلس كمشروع بقانون. وزارة شؤون الشباب قدمت مرئياتها للجنة، وهذه طبعا المرئيات ولو أنها الوزارة يعني غير ذات الاختصاص في هذا المقترح، ولكنها شكلت إضاءة إيجابية. أختم معالي الرئيس، طبعا أقترح أن يتم أخذ مرئيات بعض الجمعيات من قطاعات متعددة، إن كانت القطاعات جمعيات خيرية، نسائية، مهنية أو جمعيات عامة، لما إن شاء الله يورد لنا هذا المقترح كمشروع قانون بعد أخذ موافقة مجلسكم عليه. شكرا معالي الرئيس. دكتور محمد علي الخزاعي. شكرا سيدي معالي الرئيس، والتحية لكم ولجميع الأعضاء الكرام.
يبدو لي معالي الرئيس، اسمحوا لي بقرأ هذه المداخلة، يعني أن الإخوة مقدم الاقتراح ينظرون إلى المستقبل بكثير من التفاؤل عندما تتجمع فوائد في ميزانيات تلك الأندية والجمعيات تسمح للظروف باستثمارها. ولا بد لنا أيضا أن نشاطرهم هذا التفاؤل وأن نؤمن معهم أن من يتفاءل بالخير يجده. وهذه النظرة الطوباوية الشديدة التفاؤل بمستقبل هذه الجمعيات والأندية سيكون لديها فوائد مالية كثيرة سيسمح لها باستثمار فوائدها استثمارا آمنا لتحسين أوضاعها ليست من المستحيلات. معالي الرئيس، واقع الحال باختصار شديد يدلنا أن معظم الجمعيات والأندية يعاني من شح في مواردها المالية وضيق في ميزانيات التشغيلية التي تعتمد على إعانات تقدمها لها الدولة لتتمكن من تسيير أمورها. نرجو أن يأتي اليوم الذي تنعم فيه هذه المؤسسات بوفرة في أموالها يجعلها تنحو نحو استثمارها والفائض من أموالها في استثمار آمن. نرجو أن تسود هذه الروح التفاؤلية لجميع الجمعيات لتحقيق آمانيها في المستقبل. وشكرا سيد الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ دلال زايد تفضلي. شكرا معالي الرئيس، وشكر موصول لأعضاء ورئيسة لجنة الخدمات على تقريرهم. ولكن معالي الرئيس، أنا عندي بعض الأمور اللي حبيت أن أبين رأيي فيها، والأمر ختاما أيضا يكون للمجلس فيما يقرره بهذا الشأن. بالاطلاع معالي الرئيس على مضمون الاقتراح، يعني حتى مع ما تفضلوا فيه في تقرير اللجنة، يجب أن نأخذ بداية في الاعتبار هو التعديل الذي صدر سنة 2022 في 15 يونيو المتعلق في نص المادة أيضا 63 التي نصت على أن يحظر الاشتغال بالسياسة أو الدين ألف، وفي باء تم النص أيضا على أنه يصرح فيما يتعلق في أنه يجوز مباشرة الأعمال التجارية أو المضاربات المالية، ولكن مقيدة باستثناء وهو أخذ الموافقة من الوزارة المختصة، الهيئة الإدارية المختصة في هذا الجانب. نأتي طبعا في سياق الاقتراح المقدم من الأخوان، وإحنا نقدر طبعا دواعيهم وأسبابهم في هذا الاقتراح، ولكن مع هذا التعديل ومع الاطلاع في تحديدا مادة معينة، إنه هو عندما استبدل عبارة لا يجوز ويحظر، طبعا يحظر كانت نص المادة الموجودة وثم تم وضع لا يجوز، كلا المفردتان تعني المنع، فبالتالي أنه بمعنى عدم جوازية، فلا اختلاف في المفردتان في الاستخدام. ثانيا عندما تم التطرق لها أيضا وضعت ضوابط معينة، بين تم النص أنه يتم أنه تحقيق مع عوائد استثمارية بالنسبة لها لتعين كجزء من بيان أسباب هذا الاقتراح، ولكن ورد في التقرير أن الأمر هذا الاستثمار يكون مقيد فقط في الداخل. لم أجد هذا النص كما تم تفسيره في الاقتراح بموجب النص المقدم في الاقتراح. وفق المنصوص عليه في الاقتراح هو كالتالي، أن اعتبار أن يتم الاستثمار بقدر الإمكان في السوق المحلي، بمعنى أنه يجوز أن يتم في السوق المحلي والخارجي، لا يوجد منع. يحكمنا في هذا دلالة النص، وهذا ما أطلب رأي الدكتور نوفل في بشأنه، إن كنت مخطئة فأعتذر عن تفسيري، إذا كنت مصحة في ذلك، وهذا اللي أنا مؤمنة ومطمئنة له، إلا أن النص
يعني أنه قدر الإمكان أسعى أولوية في السوق المحلي ومن ثم أنتقل يجوز لي في الخارج. وهني نقطة يجب أن ننتبه عليها، الجمعيات والأندية ذات نفع عام وهي غير ربحية، هذا الأساس في عملها، بالتالي تخضع للرقابة شأنها شأن كافة الدول في مسألة كيفية استخدام الموارد المالية في تحقيق أقراضها. هناك صعوبة سيكون في كيفية الرقابة بالنسبة للاستثمارات التي تحدث خارج السوق المحلي. أضف إلى ذلك أتوافق مع ما تفضلت فيه أختي دكتورة جهاد الفاضل في مسألة الاستثمارات الآمنة وعوائدها متى ما كانت دون ضوابط. إحنا مع النص أن يكون وفق المنصوص عليه بهذه الطريقة حسب المادة، مما يعني أن النص الحالي النافذ من يعني أصبح يعالج مثل هذه الأمور. حتى عندما جاء أن الأصل في مسألة الحظر ولكن وضع الاستثناء مباشرة الأعمال التجارية والمضاربات المالية بين يكون يتلوها مسألة أخذ الهيئة موافقة الجهة الإدارية، عندما أنيط هذا الاستثناء بموافقة الجهة الإدارية قصد من ذلك أن يكون تحت الرقابة والتدقيق، ليس يكونون هم فقط المقيمين من لهذا الأمر وأن يكون هناك رقابة من جهة الإدارة، بالإضافة لأن هناك اشتراط بأن يكون النظام الأساسي أساساً لتلك الجمعيات والأندية يحتوي النص على مثل هذه الأمور، بمعنى أنه ليس بإطلاقات دون استثناء. نحن ندعم عمل الجمعيات وندعم عمل الأندية وندعم عمل كافة هيئات تمكين بالذات الشباب في هذا الجانب وفق ما تم تعديلاته بالقانون النافذ حاليا، ولكن بما أيضا يضمن سلامتهم واستمرارهم. جزء من عمل الجمعيات معالي الرئيس هي ما تستلمه من تبرعات من المتبرعين، التركيز على مسألة أن يكون هناك استثمار وغيره وتحدث مشاكل في ضمان هذا الاستثمار وعوائده تجعل من المتبرعين لديهم خشية من خشية التبرع في مقابلة أن يكون هناك إطلاقات للاستثمار يعني دون أن يكون هناك أي أمور فيها متابعة ومراقبة. النص الحالي أيضا أنا باعتقادي أنه هو كاف، بالإضافة راح أضيف أيضا معالي الرئيس جزئية، طبعاً وزارة التنمية عندما أبدت رأيها أنها تحتفظ بالرأي عندما يأتي كمشروع قانون هذا من حقها. عندي سؤال لوزارة شؤون الشباب، هي أبدت موافقتها على الاقتراح وربطت الأمر أيضاً في ذات الوقت أنه متحقق في الواقع وفق التعديل الذي تم في سنة 30/2022 أي متزامن مع الاقتراح. لكن عندي سؤال معالي الرئيس، أنا بالنسبة لي لم يسبق لي أن رأيت رد من أي وزارة لا يتضمن هو موجه من يعني الرسالة جاءت خالية من أي توقيع حقيقة، يعني بالاطلاع على لو حضرتك معالي الرئيس أيضا اطلعت الآن على مرفق وزارة شؤون الشباب جاءت خالية دون أي توقيع ممن صدرت من هذه الرسالة، فعلى أساس أن احنا نكون أيضا متأكدين في هذا الأمور. أيضا معالي الرئيس اللي أحب أكرره في هذا الجانب، عندما في الشرح يعني المستشار إسلام أنا أختلف معه أتفق معه في جزئيات تناول في هذا الاقتراح، ولكن أيضا مهند الطراونة في مجلس النواب أيضا أجاد فيما انتهى إليه من رأي في هذا الجانب. وأضف إلى ذلك إن عندما يشار إلى أن الأندية أصبحت تؤسس شركات تجارية، هي أصبحت تؤسس شركات تجارية بموجب النص القانوني الذي وافقنا عليه في السلطة التشريعية بأن تمنح الأندية الرياضية حق إنشاء الشركات التجارية، وبالتالي لأن في ربط في مسألة الأندية التجارية كنوع من أنواع الاستثمار الرياضي الذي له عوائده والذي يستهدف من الربحية بحسب الطبيعة، لذلك تم الموافقة على أن يتم هذا النوع من الاستثمار في ظل أن يكون في إطار النشاط التجاري الذي يؤسس وفق
وزارة التجارة ويخضع لمسألة الرقابة المالية وإصدار التقارير المالية المدققة السنوية وفق ما يقتضيه العمل التجاري. بالإضافة معالي الرئيس، يعني يجب أن نضع في اعتبارنا أمر أن الاستثمار العقاري وزارة التنمية الاجتماعية تجيز ذلك بالنسبة للجمعيات وغيرها، وذلك مذكور في حكم النص أن الاستثمار العقاري يتم الإجازة بأن يستثمرون في المباني أساساً التي تكون مرتبطة في العقار. ألفت النظر أيضاً إلى المادة 61 مكرر من القانون الذي تم تعديله في سنة 2022، في المادة 61.4 تم النص على أن يتم جواز تأسيس الشركات التجارية لخدمة نشاط أو أكثر لكافة الجمعيات والأندية والمراكز الشبابية والهيئات. لذلك معالي الرئيس، أنا لم أتداخل هذه المداخلة كأن يعني لرفض مضمون هذا الاقتراح فقط، بل إن أنا حبيت أنه فعلا يتم مراجعة هذا الاقتراح ونتريث فيه ونأخذ في الاعتبار التعديلات الواردة في القانون رقم 30 لسنة 2022 والتي أتت في 15 يونيو 2022 باعتبار أنها قطت أهم الأمور المرتبطة في أمور الجمعيات. نحن نريد أن نعزز من الثقة في تلك الجمعيات، لا أن يكون عندنا استثمارات أنت متبرع بمبلغ كبير ولكن تخشى دوما أن يتعرض لمسألة الخسارة أو مسألة الدخول في استثمارات غير آمنة. مع الأخذ بالاعتبار نقطة مهمة حبيت أوضحها، لو دخل واعتبر أن هذا استثمار آمن ومجلس إدارة الجمعية سيكون بمنأى عن المساءلة رغم أنه هو من اتخذ هذا القرار، في حين إذا أخذنا كما هو منصوص عليه في القانون النافذ باعتباره عملا تجاريا ويؤسس وفق نشاط شركة تجارية وفق قانون الشركات التجارية المادة 18 ذهبت إلى في حالة سوء أو إهمال اتخاذ القرار في تلك المجالس من قبل مجالس إدارتهم، رجع عليهم بأموالهم الخاصة وتحملوا المسؤولية المدنية والجنائية تباعا لذلك وفق النص القانوني. لذلك معالي الرئيس، أنا أتقدم بمداخلتي هذا لطلب التريث في هذا الاقتراح والأخذ في الاعتبار القانون لسنة 2022. شكرا معالي. بس في نقطة أنت أثرتيها والأخت المقررة في التقرير أثارتها والأخت الدكتورة ابتسام رئيسة اللجنة المعنية أيضا ذكرتها، يعني الكلام بموضوع أن تكون الاستثمارات آمنة وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية وأن يقوم بالقدر الممكن في السوق المحلية، هذه عبارة واسعة تسمح الاستثمار في خارج السوق المحلي. بس الدكتورة ابتسام يعني لها تفسير أنا ما أعتقد ينطبق على هذه الصيغة، قالت أنك ممكن تضع ودائع بعملة غير العملة الوطنية في داخل البحرين، هذا ليس استثمار خارج البحرين، البحرين مركز مالي ومعروف وممكن نتعامل في البنوك بأي عملات، يعني سواء كان الدولار اليورو الين الياباني أو غيره، وهذا يعتبر استثمار محلي. فلذلك أنا يعني أقول أن هو العبارة هذه يجب أن تكون مدروسة وأن لا تفتح المجال إلى استثمارات. طبعا والكلام اللي قالته الأخ دلال على موضوع التعديل اللي حصل في 2022، فتفضلي أنت طالبة الكلمة. رم علي الرئيس، فعلا إحنا كان القصد من الموضوع هو الاستثمار بالعملات الأجنبية داخل البحرين، لأنه الاستثمارات خارج البحرين تبقى غير آمنة بالنسبة إلى الجمعيات اللي لازم يكون أيضا عليها رقابة مشددة. ف
فهذا كان القصد من لا بس مقدمين الاقتراح. الكلام اللي جاء في الاقتراح يختلف عن الكلام اللي تفضلت فيه، هذا اللي أقوله يعني. يجب أن يكون محدد فعلا. وبعدين الاستثمار في العملات الأجنبية داخل البحرين من خلال البنوك الموجودة في البحرين لا يعتبر استثمار خارج البحرين. كان التفكير أنه الاستثمار الخارجي، إذا فكرنا الاستثمار الخارجي هو الاستثمار في العملات الأجنبية، فهاي الموضوع اللي كان. شكرا. بس الحقيقة بس تسمحون لي أخوان الموضوع، أنا أعتقد يعني حتى لا نضيع النقاش وفي الأخير لا ننتهي إلى حل، الموضوع كما يبدو من بدايته أنه لم يدرس دراسة كافية في اللجنة، وأيضا لم يؤخذ بعين الاعتبار التعديلات التي أتت في سنة 2022. وبعدين طبعا حتى رأي الجهات المعنية، وهو طبعا من حقهم أن لا يبدون رأي في المقترح بقانون، المقترح هذا طبعا جواز النظر فيه ورأيهم يأتي لاحقا عندما الوزارة المختصة ومجلس الوزراء الموقر يتخذ قرار بالرأي الذي يطرح على مجلسكم بالنسبة. وأيضا إذا أتى هذا المشروع يذهب إلى الأخوة في مجلس النواب ولهم أيضا رأيهم في هذا الموضوع. فأنا أعتقد أن بدل ما نضيع وقتنا في نقاش وبعدين نرد، يعني يا ريت أنا يعني أقترح الرأي طبعا في الأخير لمجلسكم الموقر أن يعود المشروع مرة أخرى إلى اللجنة لمزيد من الدراسة والإحاطة بكل التفاصيل ثم يأتي لنا. فإذا وافقتون فأنا أعتقد هذا بسهل شوية الحل، بحيث يكون الاقتراح بقانون أكثر دراسة الحقيقة. وإذا ما وافقتون نستمر في إعطاء الكلمة إلى هذا. سعادة الوزير تفضل. شكرا لحفظكم، شكرا للجميع. طبعا فقط ملاحظة على ما قلت الأخت الفاضلة دلال الزايد، قالت بأن الرسالة غير موقعة الواردة من وزيرة شؤون الشباب. لا، الرسالة موقعة سلم إن شاء الله. عفوا سلم، تعطيني بس أقل من ثانية. هذه الرسالة اللي جاية من الوزيرة موقعة، لكن المرفق غير موقع. المرفق هو مذكرة وليس رسالة. فالرسالة اللي جاية من الوزيرة طال عمرك، هذا توقيعها الله يحفظك، خاطبتني وأنا خاطبتكم طال عمرك، إنما لا يوقع عادة هو المرئيات المذكرة هذه، فهذا اللي حصل لبس أولا. ثانيا أشارت الأخت دلال بأن وزارة الشباب وافقت. طبعا بينت من البداية أن الجهات الحكومية لا تبدي موافقة أو تمنعا، ولكن تحديدا وزارة الشباب لم تبدي رأي في الموضوع. وزارة الشباب بالأخير قالت تم شأن التعديلات مقترحة على نص المادة 18 من القانون المذكور فإنها تتعلق بهيئات أخرى لا تخضع لرقابة الشرف وزارة شؤون الشباب. يعني هذا اللي يخص الجمعيات، هذه يخصها الأندية والمجمعات الرياضية اللي نص التعديل 2022 على المادة 63 عليه لا يخص الجمعيات، إنما يخص الأندية والمجمعات خصاصة الوزيرة. ولكن هذه الجزئية، يعني قانون الجمعيات إشكاليته، ولا ألوم أحد صراحة، إنه متشعب، قانون قديم جدا ويشمل كل الجمعيات. أعتقد الأخ جمال يعني تكلمنا في الموضوع سابقا أن بعض الجمعيات ترغب حتى في الخروج من تحت غطاء هذا القانون إلى قوانين أخرى أو استحداث قوانين أخرى، لأن القانون استوعب الكثير من الجمعيات. من تفضلت الأخت إيناس نتكلم عن المئات من الجمعيات مختلفة الأنشطة، يعني لا تختص بنشاط معين. لما جينا في قضية الاحتراف الرياضي فصلنا قضية الأندية والمجامعة التجارية وأعطيناها نصوص. كل التعديلات الواردة في 2020 تختص بالأندية والمجامعات التجارية ولا تختص بالجمعيات الأخرى. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. طيب نعود إلى ما طرحت عليكم. في بعض الأصوات الحقيقة أيدت أن يتم إعادة للجنة لمزيد من الدراسة ووافقتنا بتقرير مفصل
واضح، فهل توافقون؟ اللجنة ما تعارض؟ لا لا، مو أنت، مو أنت، اللجنة. لا مو أنا أقول، أنتوا تقولون. طيب إذا الموافقون على إعادة التقرير إلى اللجنة المعنية، لجنة الخدمات، لمزيد من الدراسة، موافقة المجلس برأيها في ذلك. أغلبية موافقة. مشكور دكتورة. إيه زين زين، الحمد لله. أخوان إذا إن شاء الله ننتظر التقرير الآخر عند اللجنة، ويجب أن يكون مستوفى لكافة الشروط. وبهذا أخوان تنتهي جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الاجتماع القادم.